لما بيجتمع هم كل العيلة وكل الناس بتأمين لقمة العيش مش أكتر، منبطل نحكي عن فقر، منصير عم نحكي عن جوع. ولما منحكي عن جوع منحكي عن ناس خيرة، منحكي عن ناس توقف حد بعض، منحكي عن ناس تقول نحن لبعض. بكرة المجهول عند كل اللبنانيين هو بكرة مجهول عنا نحنا كمان بالبرنامج. كتار من الناس يلي عم يطلبوا المساعدة وكتار من الناس يلي عم يفوت على بيوتهم عم يسألونا إذا رح نرجع لعندهم. دايماً منقلهم أكيد راجعين، بس السؤال الأكبر هو رح تقدروا تكفوا؟ رح تقدروا تساعدونا لأنه الأزمة طويلة والواضح أنه رايحين على الأسوأ؟ بالحقيقة ما عنا جواب. يمكن هيدا الشيء بحزننا نحن قبل ما يحزنكم انتو، بس نحن كل يوم مننام على أمل إنه بكرة في خير، إنه بكرة رح يكون نهار حلو، إنه بكرة الإيدين البيضة رح تكتر، رح توقف حدنا ومثل ما رح توقف حدكن تحت نكون نحن لبعض. توجهنا على الجناح، على الجناح على بيت حسان فياض. هيدا الرجال اللي قاعد هو ومرته وابنه وكنته وثلاث طفالة صغار بالجناح، العالم كله على الطريق وعايشين عادة، عايشين مش خيفانين من كورونا. هيك نحن على القليل حسينا. لك اماني سألان لك لا عن كورونا، هلا بدي موت وبعدين بدي موت. لك قاعد اللي 4 أشهر بالبيت لبرا ما بطلع. انا عندي ولاد بنتي ما عم شوفهم. أما حسان فياض اللي له سنين طويلة قاعد على هالكنباية منه قادر هو شوي يتنفس ويخفف المعاناة اللي موجودة بقلبه. عملت جلطة، أنا حطيت رصور وبالمدة كمان صار معي تحسس. رحت عند حكيم طلع معي الكبد في معه كسل، وقاعد أنا وابني وكنتي وأولادي نحن كلياتنا بالوضع. حسان أكد لنا إنه وضعهم كتير سيء وترجينا نفتح هالبراد الفاضي مثل ما قلنا. إذا بتصدق مرتي يمكن بتروح بتشتغل عند ناس بتشتغل بتجيب 20-25 ألف ليرة بالنهار، أنجي أجيب الأكلات فيهم. أدوية ما في مين يجيب ليهم أدوية ناكل. هلا أمي فتح البراد شوفي ما بي لا متأكل بالبراد. بياخد أدوية كتير لأنه عنده جلطة بإجره وأثرت كتير على وضعه الصحي. أنا أدويتي حقن 75 ألف، بس أنا كل 15 يوم بدي 75 ألف. منه عتبان إلا على الدولة. أنا راحت علي، بس إنه أنا مأهور على ابني طلع عليهم. نحن عائلة هون مش عائلة، 7 أنفس ما حدا يطلع فينا. أمتي إنه الله يصلح البلد، الله يصلح البلد والحكومة تدير بالها على الفقير مش تدير بالها على الغني. دمعة العم حسان وغصة العم حسان تشبه كتير من دمعة وغصة المسنين يلي تعبوا وشقيوا كل حياتهم على أمل مثل ما منقول بالدارج ينستروا بالآخرة. بس هيدي الآخرة لهلأ من الواضح أنها مش مستورة وبحاجة دعم لحتى تكون بكرة منيحة وتحتى تقوى وتصمد تتكفي هالكم يوم اللي باقيين. دمعة وغصة العم حسان هي دمعة وغصة كل مسن خايف من بكرة، خايف من المجهول، وصار عنده حمل أكبر من طاقته، أكبر من جسمه يلي أصلاً الحياة تعبته، أكبر من جسمه وأكبر من كل شيء معقول يقدر يحمله. هم العيلة كبير
وهم الحياة أكبر وهم بكرة أكبر بكتير وكتير. ولهيك رح نقلك همك هو همنا، ونحن معك ونحن لبعض.